فضيلة الشيخ، تكرر هذا السؤال، يقول: ذكرت حفظك الله ما يستحب يوم العيد، وبقي أن توضح لنا ما هي الصيغة الشرعية في التهنئة. التهنئة بالعيد ورد عن السلف أن الإنسان إذا لاقى أخاه يوم العيد قال: تقبل الله منا ومنك، وليس لها صيغة محددة شرعا، بل ما جرت به العادة من الصيغ إذا لم تكن ممنوعة شرعا فإنها جائزة، لأن هذه من الأمور العادية، ليست من الأمور الشرعية، بل هي من الأمور العادية التي يرجع فيها إلى ما اعتاده الناس فيما بينهم. فإذا اعتاد الناس تقبل الله منا منك، أو نسأل الله أن يجعل عيدك مباركا، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تجلب المودة وتزيل الوحشة، فإن ذلك لا بأس به، لأن هذه مسائل عادية. ولكن بعض الناس يقول: إذا هنأنا الأحياء يوم العيد فلنهنئ الأموات، فيخرجون إلى المقابر يوم العيد يقول: نذهب نعايد أقاربنا في المقبرة. وهذا من البدع، فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخصون يوم العيد بالخروج إلى المقابر لزيارتها.